امبارح كان في اجتماع تاني للجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية من حد سنة قدام تقريبا. بالتالي كان اجتماع مهم نتج عنه بعض القرارات، حوالي 13 قرار نتج عن هذا الاجتماع. هتكلم في أهم هذه القرارات، حوالي 6 قرارات هنتكلم فيهم. تكليف كابتن محمد فضل وكابتن احمد عبد الله عضوي المجلس باعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه في نوفمبر المقبل، والهيكل التنظيمي المقترح للجنه المنظمه. ده قرار جيد وكويس وطبيعي. بالمناسبه في بعض القرارات الايجابيه وبعض القرارات اللي انا مستغربها شويه، او اكيد حضراتكم كمان مستغربينها بشكل كبير. من ضمن برضو القرارات تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني الجديد. طيب حتة تعيين الجهاز الفني الجديد، الموقف في الاتحاد المصري لكرة القدم مختلف شوية. إحنا مستقرين على أنه مدير فني وطني، الأسماء المرشحة معروفة، فبالتالي اكيد خلال الفتره اللي جايه، وبصراحه يعني موضوع الملف بتاع المدرب ده مش بيبقى سهل خالص، كل واحد بيبقى ليه راي، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر معينه، ممكن يقنعك النهارده بكره تقتنع بوجهه نظر اخرى في اتجاه سي في معين. فطبيعي ان الموضوع ياخد وقت لانه بيبقى قرار مصيري بمستقبل منتخب مصر، وبالمناسبه مصيري ايضا بمستقبل الانديه لما تكون بتتفاوض مع مدير فني، وهنتكلم في الامور دي لاحقا يعني على مدار الحلقه. فبالتالي في عرض المباراه مع البرازيل في الامارات، فهيتم البت بخصوص هذا العرض خلال الفتره اللي جايه بعد تعيين الجهاز الفني الجديد، واعتقد ان هم اقتربوا من تعيين الجهاز الفني الجديد. الجزئيه بقى اللي انا شايفها مهمه بالتحديد يعني، وهو فيما يتعلق بتعيين جمال الغندور، كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. بالتالي تم توجيه الشكر للكابتن سمير محمود عثمان اللي في الحقيقة ما لحقش خالص، الراجل بقى له 10 أيام، وحاجة غريبة برضو إن هو يكون متواجد، ما تمش يعني اختباره في بعض القرارات، أو ما تمش معرفة قدراته كرئيس لجنة الحكام يعني، وتقييمه صعب جدا في 10 ايام. لكن عموما في كل الاحوال هم اختاروا الكابتن جمال الغندور، واحنا بندعم اتحاد الكره وبنسنده بكل تاكيد. الناس اللي بتشتغل دلوقتي بنساندهم، وهم ادرى بقراراتهم وادرى بكل ما هو في صالح الكره المصريه. لكن نرجو من الكابتن جمال الغندور بقى، احنا طلبنا الفتره اللي فاتت من الكابتن سمير محمود عثمان في ال 10 ايام دول ان هو يركز في كيفيه تطوير المستوى التحكيمي المصري. ماشي، احنا طلبنا من الكابتن محمود عثمان، دلوقتي نطلب من الكابتن جمال الغندور اللي جه مكانه، ماشي، المهم حد بس يستقر لفتره طويله، وحد يكون مميز ومناسب ويقدر يعالج اخطاء الحكام. هتعالج ازاي اخطاء الحكام؟ بالتطوير تاني بقى، عشان ممكن يكون اللي قبل كده ما سمعش الكلام يعني. لكن تطوير اداء الحكام ده محتاج امور كتيره قوي قوي قوي، ومحتاج اليات لازم يتم اتباعها من قبل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لأن في الحقيقة المستوى الخاص بالحكام المصريين سيء، وده شيء لا يخفى عن أحد يعني، على مدار مباريات كتيرة امبارح وقبل كده، مباريات كتيرة جدا فيها أخطاء كتير للحكام المصريين. واضح إن الأزمة أزمة إمكانيات، أزمة إمكانيات. طبعا إحنا ما بنشككش في ذمة حد خالص، الحكام المصريين عندنا يعني من ناحيه الذمم لا، في نزاهه كبيره جدا طبعا، الموضوع ده ارميه كده على جنب خالص يعني. لكن احنا بنتكلم على امكانيات فنيه، امكانيات فنيه ضعيفه. ضعيفه، امكانيات فنيه في الحكام عندنا في مصر ضعيفه جدا. فان شاء الله نتمنى من الكابتن جمال الغندور ان هو يتم من خلاله تطوير هذه الجزئيه، لكن لان دي اهم جزئيه في الحقيقه في الكره المصريه خلال الفتره الحاليه.